مع الدكتور خليل. في الشأن الفلسطيني أيضا، وصل إلى إسرائيل وفد يضم 6 إعلاميين من دول عربية تستضيفه وزارة الخارجية. وقالت صفحة إسرائيل بالعربية إنه يشارك في الوفد لأول مرة صحفيون من السعودية وكردستان العراق اللتين لا تربطهما علاقات دبلوماسية بإسرائيل، إضافة إلى آخرين من الأردن ومصر. وسيزور الوفد متحف تخليد ذكرى الهولوكوست والكنيست وأماكن مقدسة في القدس، كما سيعقد اجتماعات مع أعضاء في الكنيست وعدد من الدبلوماسيين خلال الزيارة. وفي السياق، قال يوناتان جونين رئيس قسم مواقع التواصل الصادرة باللغة العربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال عبر صفحته على تويتر إن مبادرة وزارة الخارجية الإسرائيلية لاستضافة وفد الإعلاميين من الدول العربية تأتي في إطار ما وصفها بمساعي الوزارة لكشف الحقيقة عن إسرائيل ومواقفها إزاء مختلف القضايا، إضافة إلى تعريف الوفد على المجتمع الإسرائيلي على اختلاف أطيافه. وقد ذكر موقع إسرائيل بالعربية أن ناشطا إعلاميا سعوديا يزور إسرائيل قال في حديث مع إذاعة جالاتاس الإسرائيلية إن الشعب الإسرائيلي يشبه شعبه، كما اعتبر الناشط الإعلامي السعودي الشعب الإسرائيلي كعائلته، معبرا عن حبه لدولة إسرائيل وحلمه بزيارة القدس حسب ما جاء في التغريدة. وقد كرر ناشط الإعلامي السعودي إشادته بإسرائيل في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية. بحكم نشاطي في وسائل التواصل الاجتماعي دائما يسألوني هل في إمكانية زيارة، من أين نقدم على الفيزا، ما هي الإجراءات، هل فعلا نستطيع أن نزور. يعني الناس لديها اهتمام للتعرف على الجانب الإسرائيلي. إن شاء الله نكمل حديثنا في المملكة العربية السعودية، حلم إن شاء الله سيتحقق. هذا وقد تداول نشطاء مقطع فيديو لطرد مدون سعودي مطبع مع الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى. نتابع. للتعليق على زيارة الإعلاميين لإسرائيل، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب. أرحب به سيد مؤيد اللامي. يعني أولا كنقيب للصحفيين العراقيين، ما هو موقفكم من هؤلاء الصحفيين العراقيين المنتمين لكردستان العراق حسب صحيفة حسب موقع إسرائيل بالعربية، وأيضا يعني موقف اتحاد الصحفيين العرب من هؤلاء الصحفيين الذين يزورون إسرائيل؟ شكرا جزيلا. الحقيقة نحن في نقابة الصحفيين العربيين أولا وحتى في اتحاد الصحفيين العربي نطلب تطبيع مع الكيان الصهيوني. لو تحدثنا عن نقابة الصحفيين العراقيين، النقابة لها موقف واضح، إسرائيل وزيارة إسرائيل من قبل الصحفيين العراقيين خط أحمر. الذي يزور إسرائيل والذي يفرط من القضية الفلسطينية، النقابة في قانونها ونظامها الداخلي تنهي كعضو في النقابة. واليوم اتخذنا قرارا واضحا وفي بيان للنقابة بأن أي صحفي عراقي مسجل في سجلاتنا فورا يفصل ويتم طي قيده. هذه قضية ليست قضية وطنية باعتبارها قضية فلسطين وعلاقتها بالعراق، لا، هذه قضية تهمنا جميعا، تهم العرب جميعا، تهم ما يدور الآن من اضطهاد وقتل مواطنين فلسطينيين، اغتصاب الأراضي الفلسطينية، قتل الصحفيين الفلسطينيين، الاعتداء على الدول العربية. نحن في نقابة الصحفيين العراقيين عندما أشرنا إلى أن أي صحفي عراقي مسجل في نقابتنا أو حتى إذا صحفي عراقي يعمل في مؤسسة إعلامية عراقية يزور الكيان الصهيوني سيتم فورا إيقافه وإحالته للقضاء العراقي. لكن لم يثبت لغاية الآن أو لحد الآن هناك صحفي واحد زار الكيان الصهيوني. فيما يخص الصحفيين العرب الذي أشير لهم في بيان
أو في تغريدة على تويتر لأحد المسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية. لغاية الآن أيضا لم يتم التأكد. أنا تواصلت مع زملاء في هيئة الصحفيين السعوديين وجمعية الصحفيين البحرينية وجمعية الصحفيين الإماراتيين، أكدوا لي بأنه لا يوجد صحفي من هذه البلدان بشكل رسمي سافر للكيان الصهيوني. هناك مدون تظهر صورته بشكل في مقطع لفيديو. نحن نتعرف غير مسؤولين عن محامي أو مسؤولين عن مدونة أو مسؤولين عن مهندس أو مسؤول، لكن لو يثبت لدينا أي صحفي عربي أيضا، أي صحفي عربي مسجل في النقابات أو المنظمات أو الهيئات أو الجمعيات سافر للكيان الصهيوني، سيتم سحب العضوية ونبلغ نقابتي بفصل. سيد مؤيد اللامي، نعم، هل تؤكد أن أي صحفي يعمل في صحيفة عربية معتمدة في بلادها يعني يسافر إلى إسرائيل يمكن مقاضاته من قبلكم اتحاد الصحفيين العرب ومنعه من العمل الصحفي؟ نحن نتكلم عن أعضاء في جمعيات وهيئات ونقابات وروابط عربية مسجلة ومعتمدة وأعضاء في الاتحاد العام للصحفيين العرب. نعم. إذا ثبت بأنه وجود صحفي في عضو في هذه الجهات، الاتحاد بأحد بنوده القانونية في نظامه الأساسي في قانونه يرفض التطبيع ويطرد ويحاسب أي صحفي منتمي لأي مؤسسة إعلامية يذهب إلى إسرائيل أو يساهم في التطبيع مع إسرائيل. لكني تأكدت اليوم بشكل رسمي من خلال جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية الصحفيين البحرينية وهيئة الصحفيين السعودية بأنه لا يوجد من أعضائهم سافر إلى الكيان الصهيوني. وفي العراق نحن نقول أي صحفي حتى إذا كان خارج البلد، ربما من الذين يعيشون خارج العراق وذهبوا إلى الكيان الصهيوني، نحن نؤكد لك ونؤكد للجميع بأننا سنفصله فورا بدون أي تردد وسنحيله للقضاء، بل سنتعامل معه كخائن للقضية الفلسطينية وخائن للعراق وخائن القضايا الوطنية التي تهم العراقيين جميعا. شكرا لك سيد مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، شكرا جزيلا لك. أذهب إلى ضيفي السيد عبد اللطيف القانوع. سيد عبد اللطيف القانوع، يعني كيف أيضا أنتم في 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 غزة وكفلسطينيين وكحركة حماس، كيف تنظرون إلى مثل هذه الزيارات التي يقوم بها صحفيون؟ رأينا صحفي أو عذرا عفوا لأنه رئيس اتحاد الصحفيين العرب أكد أنهم ليسوا صحفيين، يقوم بها مدون أو إعلامي سعودي في زيارة إلى القدس. يعني هو دون أدنى شك هناك ارتفاع لوتيرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني ومحاولة شرعنة الاحتلال الصهيوني على أرضنا الفلسطينية المحتلة، رفع أعلام دولة الكيان الصهيوني في بعض العواصم العربية واستقبال قيادات الكيان الصهيوني في داخل العواصم العربية واشتراك قادة الصهاينة في مؤتمرات اقتصادية وورش ومؤتمرات عربية وزيارة هذا الوفد العربي الإعلامي لدولة الكيان الصهيوني والالتقاء بقيادات الكيان الصهيوني هو دون أدنى شك واضح أن هناك هروة عربية بكل أشكال التطبيع العربي تجاه الاحتلال الصهيوني ومحاولة دمج وخرط الاحتلال الصهيوني في المنطقة العربية. ولذلك هذه الزيارات وكل محاولة التطبيع هي طعنة في ظهر شعبنا الفلسطيني وخذلان لشعبنا الفلسطيني ومؤشر خطير على اتساع وتيرة التطبيع مع هذا الاحتلال المجرم. هذه الزيارات لدولة الكيان الصهيوني واستقبال قادة الكيان الصهيوني في بعض العواصم العربية ورفع أعلام الكيان الصهيوني في بعض العواصم العربية يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، بل أيضا يحاول دمج الاحتلال في المنطقة العربية. واليوم شعبنا الفلسطيني في وادي الحمص يدفع فاتورة التطبيع العربي ويدفع فاتورة المؤتمرات التي عقدت وشارك فيها صهاينة. وبالتالي نحن اليوم ندعو وشعبنا الفلسطيني يتعرض لمجزرة حقيقية تستهدف الأرض الفلسطينية وتستهدف الإنسان الفلسطيني إلى قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعزل الكيان الصهيوني وعدم منح أي شرعية للاحتلال الصهيوني في أي عاصمة عربية. شكرا لك سيد عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس. أذهب إلى الدكتور خليل التفكجي. دكتور خليل، يعني الحديث الآن إذا كان إذا كانت إسرائيل تهدم بيوتا وشققا للفلسطينيين في نفس الوقت يزور بعض النشطاء أو الإعلاميين السعوديين ومن كردستان العراق إسرائيل، بل ويذهبون إلى المسجد الأقصى، ما الرسالة التي يريد هؤلاء إيصالها؟
انظر إلى المستوى السياسي الأعلى في السعودية ماذا فعل عندما في عام 1935 عندما قال الملك عبد العزيز أن لليهود الحق في إقامة الدولة. ماذا حدث للجنرال أنور عشقي عندما زار تل أبيب، عندما زار ولي العهد سلمان تل أبيب قبل فترة أو قبل سنة؟ يعني حقيقة أنا لا أستغرب من هؤلاء الأشخاص ماذا يفعلون في داخل مدينة القدس. مدينة القدس تحت الاحتلال، وتحت الاحتلال لا يوجد إنسان يحتل، بل أن الجانب الإسرائيلي يريد بالدرجة الأولى أن يصل إلى هذه المنطقة، إلى المنطقة العالم العربي بأسلوب جديد. ماذا حدث في عمان على سبيل المثال قبل فترة؟ إذن حقيقة قضية التطبيع مع الجانب الإسرائيلي يلاقيه أن الجانب الفلسطيني يتلقى السيوف ويلقى الجلد على 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 أضلاعه. قضية التطبيع مع الجانب الإسرائيلي حقيقة سواء كانت من مصر أو الأردن لديهم اتفاقية سلام، فأنا بالتالي لا أستغرب من ذلك الموضوع. كان كردستان التي ناضلت من أجل أن تأخذ الحكم الذاتي وأن يأتي أحد الأشخاص إلى داخل إسرائيل، نرجع إلى كردستان بالستينات عندما دعمت إسرائيل الحركة الانفصالية عن العراق. حقيقة أنا عندما ننظر إلى العالم العربي الآن، وعندما يأتي هنا شخص هناك، هذا لا يمثل الشعب العراقي ولا الكردسي ولا الكرد، ولا يمثل الشعب السعودي، لأنه الشعوب العربية هي أقوى. شكرا. بكثير مما نتكلم عن هنالك يتساقط إنسان هنا وإنسان هناك، لكن بالنهاية الشعب العربي سيطرد كل هؤلاء وينبذهم إلى التاريخ. وما سمعته بالفيديو كان أكبر تجربة لهذا الإنسان أن يعود مرة أخرى إلى مدينة القدس. دكتور خليل التفكجي، مدير إدارة الخرائط في بيت الشرق، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، المساء مستمرة، وبعد الفاصل السيسي يقول إن إنجازات كبيرة تحققت بفضل المصريين وطالبهم بمزيد من التحمل والصبر. وقد حققنا في هذا المقام إنجازات واضحة شهد لها العالم بأسره، وهنا لابد أن أوضح أن صاحب هذه الإنجازات وبطل هذه المرحلة هو شعبنا الأبي.